السلام عليكم روح وآرام، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. أنا زميلتكم بدرية ناجي من دفعة مجد، إن شاء الله راح أكون معكم بشرح المحاضرة 18 اللي هي الخامسة بمادة الفاينل من مادة الـ Introduction to Research and Evidence-Based Medicine على شورت كاتس لجنة الطب البشري. المحاضرة هاي صراحة سهلة، هي كلام يعني مجرد ما أنه تفهموه إن شاء الله ما حتتغلبوا فيها بالامتحان. بسم الله نبدأ. Searching موضوع محاضرتنا اليوم تحكي عن Searching Literature Review and Getting Your Bearings. شو يعني Searching Literature Review؟ اللي هو كيف إحنا ممكن نبحث بالمؤلفات والتقارير وكل الريبورتس والريسيرشز المعمولين في مجال موضوع معين إحنا قاعدين عم نبحث عنه. أوكي، Getting Your Bearings اللي هو أنت لما تيجي تقرأ مقال أو article أو ريسيرش وبدك تعرف هو عن إيش بحكي وتشوف كيف تحلله وتعرف شو الستدي ديزاين تبعه، هنحكي عن تفاصيلهم إن شاء الله خلال المحاضرة. So evidence-based healthcare requires the ability to navigate the research literature. شو يعني evidence-based healthcare؟ إنه أنا لما بدي أجي أقدم أي شيء للpatient تبعي لازم يكون مبني على evidence، لازم يعني ما بصير مثلا أعطيه دواء بدون ما أكون أنا مجربة هذا الدواء من قبل. فالـ evidence-based healthcare بتطلب مني أنا حتى ألاقي evidence، بتطلب مني أنه دائما أبحث بالليترتشر، تمام؟ navigate the research literature، أي شيء بتعلق بالريسيرش تبعي عن الموضوع تبعي بدي أقرأ عنه، شو نعمل فيه researches، شو نعمل فيه تقارير، شو طلع معهم نتائج عشان أعرف يطلع معي evidence وأقدر أقدم الهيلث كير بكواليتي عالية. So it's essential for quality patient care. Approaching medical literature purposes. ليش أنا بروح أدور بالmedical literature؟ شو أهدافي؟ ممكن يكون عندي 3 أهداف. أولا browsing to keep current and to satisfy our curiosity، يعني عشان بضل أقرأ أنا وأتابع التطورات والتقارير اللي بتصير بالمواضيع عشان إنه أضل يعني متابع المستجدات. أوكي، اثنين looking for answers. أوكي، looking إذا أول إشي browsing، اثنين looking for answers related to questions that have occurred in a clinic or that arise from individual patient and their questions. يعني انت واجهت سؤال، واجهت اشي حيرك خلال عملك في الكلينيك. اوكي، خلال عملك في الكلينيك او انه patient طرح عليك سؤال انت ما عرفته، فانت بدك تروح تدور على هذا الاشي، وين حتدور؟ بالميديكال ليترتشر عن هذا الموضوع. اخر اشي surveying the existing literature perhaps before embarking on a research project. يعني انت اجيت بدك تعمل research، بدك تروح تشوف في عندك بالميديكال ليترتشر اي مواضيع، يعني شو الريسيرشز اللي صاروا عن هذا الموضوع قبلك، يعني بدك تتأكد ensuring the reliability of the previous researches، يعني هل كانوا موثوقين معتمدين، النتيجة اللي طلعت منهم خلص موثوقة انه ما في داعي ارجع اكرر انا هذا الريسيرش، ولا ممكن مثلا اشوف انه والله غلطوا بكم شغلة، ممكن اني بقدر اعيد الريسيرش واطلع بنتائج احسن. فانت بتروح بتتأكد شو صار ريسيرشز على هذا الموضوع قبلك عشان قبل يعني ما تخوض بالريسيرش بروجكت تبعك. So surveying the existing literature قبل ما انت تخوض بالريسيرش project تبعك. اوكي تمام، خلينا نشوف هلا looking for answer. حكينا هو احد البيربوسز لما احنا ندور بالميديكال ليتريتشر. looking for answer، انت لما تدور على answer، searching for an answer we can trust to apply directly to the care of a patient. انت لما تحتار هل تعطي هذا الدواء للمريض ولا ما تعطي، بتروح تبحث عنه وتدور وتبحث عن جوابك عشان تعرف هل تعطي، انه تطبق النتيجه اللي حتلاقيها انت بالليتريتشر تطبقها على مريضك. انه مثلا لو انا لقيت بنتيجه ما اعطيها الدواء، فخلص انا ما راح اطبقه على مريضي. So this kind of query is increasingly well served by. يعني كيف انت وين بدك تروح تدور على جوابك، على الـ تبحث، يعني وين بدك تروح تبحث؟ بمكانين. اول اشي في عندي two sources. اول واحد هو new synthesized information sources whose goal is to support evidence-based care and the transfer of research findings into practice. So اول مصدر هو new synthesized information. هلا حنحكي عن synthesized information sources اللي هو انت بتروح تدور بمواقع ويب سايتس او بمصادر بتكون موجود فيها الابحاث او ملخصات الابحاث الموجوده قبلك، وتشوف شو النتائج اللي طلعوا فيها عشان انت تقدر تطبق الريسيرش تحوله لبراكتس عملي على ارض الواقع. اوكي،
أما النقطة الثانية اللي هي filters built into some databases and compilations of pre-appraised articles. filters يعني هو بعطيك الصافي، تمام، ما بعطيك مثلا كل الأبحاث اللي صارت، بعطيك filters الأبحاث اللي أعطاك ال best evidence. okay, so filters built into some databases and compilations of pre-appraised articles. so هدول الأرتيكل صار لهم تقييم من قبل، تمام، وطلعوا ال best evidence فيهم وبعطوك قواعد البيانات هاي، بعطوك ال best evidence عشان انت مجرد ما تلاقي جوابك تقدر تطبقه at the point of care، يعني بلحظة ما انت بدك تطبق هذا الموضوع. هلا بدنا نحكي عن ال levels upon levels of evidence. شو يعني؟ هلا احنا بدنا نرتب ال study designs بالنسبة على الـ level of evidence. شو يعني level of evidence؟ هاي بالبوكس على جنب بنحكي إنه level of evidence هو what degree information can be trusted based on study design. قدي إحنا بنقدر نوثق بهاي المعلومة إذا كنا محصلينها من study design معين. يعني لو كنا محصلين مثلاً لو نشوفهم هلأ بالترتيب، حنشوف إنه أقوى واحدة، أقوى study design لأكتر واحدة موثوقة الـ information اللي منحصله من خلالها هي systemic review randomized control trials. systemic review، أوكي؟ وهلأ كمان شوي حنحكي عنهم بشكل مفصل أكتر، نحكي عنهم ونفهمهم كلهم، بس بدي إياكم تعرفوا إنه أقوى إشي لما أنت تلاقي إجابة بحثك، تلاقي إجابة سؤالك من خلال systemic review، هاد بتكون أقوى، يعني أكتر إشي trusted information نقدر نعتبرها. بعدين randomized control trials، بعدين other controlled clinical trials حنحكي عنهم زي ما حكينا بتفاصيلهم، observational studies، وآخر إشي case studies، أضعف واحدة case studies. okay, so if your questions answers are in the systemic review، إذا لقيناها عن طريق systemic review للrandomized control trials، so you will have the best quality research. لو research تبعك كان قائم على systemic review وانت لقيت إجابتك فعلا وصلت لإجابة من خلال systemic review، فأنت فعليا حصلت على إجابة كتير موثوقة. This hierarchy system of evidence geared to the domain of the question. كيف يعني؟ نوع الكويستشن عندك هو اللي بيقودك للسيستم أو الستدي ديزاين اللي انت حتستخدمه، يعني حسب السؤال أو حسب شو الإشي اللي انت عم بتدور عليه بالضبط، أوكي، بتقدر تختار الستدي ديزاين تبعك، وبنقدر نعتبر انه هو أنسب واحد. يعني انت مثلا لو خلينا نقرأهم، انه أنا عندي كتير broad fields of research، يعني أنا أكتر من research، بقدر أعمل research حتى ألاقي therapy، بدي أختبر مثلا الإفيكاسي لدراج، أوكي، so أول إشي therapy، بحيث أني أنا بدي أختبر efficacy للdrug treatment، لsurgical procedures، لalternative methods، لservice delivery، يعني أنا بدي أختبر إشي علاجي، تمام؟ يا بدي أختبر دواء كفاءته، يعني فعاليته، يا بدي أختبر كفاءة surgical procedure معينة، عملية معينة. فأنا لما بكون بدور على efficacy للdrug أو treatment أو surgical procedure، أحسن study design ممكن أستخدمها هي randomized control trials. okay, so أول field من الresearch هو field therapy، العلاج، okay، يا إما دواء يا إما surgical procedure. so أنا ببحث testing the efficacy of drug treatment, surgical procedure, alternative methods of service delivery or other interventions. preferred study design إني أستخدمها شو هي ال randomized controlled trials. تاني واحدة اللي هي diagnosis. هنا لما بدي أدور demonstrating whether a new diagnostic test is valid and reliable، يعني أنا لقيت فحص جديد ممكن يساعدني بتشخيص مرض معين، بدي أتأكد هل هو valid and reliable أو لا. شو الـ study design الأفضل إني أستخدمه؟ هو الـ cross-sectional survey. okay, الفيلد الثالث هو screening. screening اللي هو مو الفحص على قد ما هو إنه أنا أقدر أكتشف المرض، تمام، بمرحلة pre-symptomatic، يعني قبل ما تظهر الأعراض على المريض، يعني ببداية مراحله، عشان ما يتطور ويصير بsymptoms، وحتى أقدر إنه يعني أقطع المرض من أوله. okay, so screening زي مثلا في اللي هو فحص سرطان الرحم، تمام، للإناث، فمنقدر إنه نلقطه إحنا بقبل بالpre-symptomatic stage، بحيث إنه ما يتطور وما يوصل لstages متقدمة ولا سمح الله يؤدي للموت. so screening demonstrating the value of tests which can be applied to large populations. أنا بطبقها على large populations. okay,
بحيث انه هذا التست بتبقى على large population حتى اتاكد من صحتهم واتاكد انه ما عندهم هذا المرض لساته يكون مخبى, which pick up disease at pre-symptomatic stage. اوكي, the preferred study design في هاي الحاله هي cross sectional survey. انا باخذ في نقطه معينه, باجي في نقطه معينه بعمل فحوصات للجميع يعني لكل الناس وبتاكد انه ما عندهم هذا المرض. بعد فتره ممكن ارجع مثلا اعمل كمان نفس الفحص. تمام. الفيلد الثالث هو الرابع عفوا هو البروغنوسيس. البروغنوسيس determining whether is what is likely to happen to someone whose disease is picked up at early stage. يعني انت اكتشفت مريض, اكتشفت مرض للمريض في لسه في مراحله الاولى وانت لسه مو عارف شو حيصير معاه لقدام. ف فأنت بدك تشوف شو رح يصير معاه, كيف رح يمشي مرضه, كيف رح يتطور مرضه. فممكن خلال خلال الفحص, يعني مثلا أنت لما تلقط مريض معاه مثلا كانسر في مراحله الأولى, كانسر بنوع معين, بيجي المريض الدكتور بيقول للمريض إنه ممكن أنت معاك تكون 5 سنين إنك تعيش. تمام. لو تعالجت, لو ما تعالجت مثلا ممكن تموت خلال سنتين. فهي هو البروغنوسيس اللي هو أنت بدك تتوقع شو ممكن يصير, احتمالات شو ممكن يصير مع المريض اللي أنت لسه عم بتشوف مرضه بالإيرلي ستيج. يعني تحكي له كيف ممكن يمشي مرضه, كيف المسار اللي حيمشي فيه. So determining what is likely to happen to someone اللي منلقط إحنا مرضه at early stage. أفضل study design ممكن نستخدمها هي longitudinal survey. longitudinal لأنه إحنا منتابع المريض, منضل معاه, يعني نعمل follow up للمريض, منضل متابعينه ونشوف كيف عم بتطور مرضه. الفيلد الخامس هي الكوزيشن. كوزيشن determining whether a supposed harmful agent such as environmental pollution is related to the development of illness. يعني كوزيشن اللي هو العامل المسبب, يعني بدك تتأكد هل العامل A بسبب المرض B ولا لا. تمام. بدك تتأكد هل ال harmful agent هذا هو related to the development of illness, زي مثلا التدخين وسرطان الرئة. هل بدنا نثبت, بدنا نشوف هل التدخين بسبب سرطان الرئة. أفضل study design حتى تشوف, يعني تتفحص الكوزيشن لأيجنت معين لمرض محدد, هو الكوهورت أور كيس كنترول study, وهنحكي عن تفاصيلهم إن شاء الله خلال المحاضرة. فما عليكم. depending on how rare the disease, يعني بنختار إحنا cohort أو case control حسب إذا المرض كان rare أو لا. But the case reports may also provide crucial information. لما يكون المرض كتير كتير نادر بقدر أعمل أنا case reports. case reports اللي هو أنا باخد حالة واحدة مرضية. يعني لما يكون المرض كتير نادر وأنا واعد بعيادتي وإجاني مريض ولقيت أنه معاه مرض كتير نادر, ممكن يطلع واحد من كل مليون, فأنا هون بدي أخذ, يعني بدي أخذ معلومات أكتر, فبعمل case report وبقدر أشوف عشان أحدد هل أنه في عامل محدد سبب له هذا المرض أو لا. أوكي. psychometric studies هي الفيلد الأخير. أنا في بعد شو بعمل فيها measuring the attitudes, the beliefs and the preferences often about nature of illness or its treatment. يعني بشوف التصرفات النفسية يعني أو المعتقدات أو القناعات للناس عن illness أو treatment معين. أوكي. هلا حنحكي عن resources of information. resources of information أو مصادر المعلومات اللي أنا حروح أبحث فيها. أوكي. ممكن تكون شغلتين, يا إما synthesized sources أو pre-appraised sources. تمام. synthesized sources اللي هي synthesized يعني هيك combined, فيها يعني دراسات ومعلومات متنوعة. هلأ حنشوف كيف بالضبط. أول إشي ممكن تكون على شكل synthesized sources, تكون على شكل systems أو تكون على شكل summaries. systems يعني بيكون system كامل, بتلاقي فيه various types of healthcare information, بتلاقي فيه clinical evidence لشغلة معينة, إنه مثلا تدخين بسبب سرطان الرئة بيجيب لك evidence عليه, الguidelines بحكي لك كيف تتعامل مع شغلة معينة, وبيجيب لك كل primary studies اللي انعملت عن هذا الموضوع. primary studies مش محللة ولا إشي, يعني بيجيب لك الستدي هاي وشو نتيجتها وإنت بتشوفها وبتحللها وبتقرر من عندك. أوكي. زي مين؟ زي like PubMed. PubMed هو عبارة عن website, موقع صراحة كتير خرافي وكتير أنصح إنكم تستخدموا لما بدكم تدوروا على إشي. بتشوفوا عنه المقالات, بتشوفوا الأبحاث اللي عملت عن هذا الموضوع, و
بعطيكم معلومات، بعطيكم guidelines. وهذا النوع اللي هو systems of synthesized sources تعتبر the oldest and best known. يعني لو جاب لك سؤال the oldest and best known resource of information، بتشوف إن بتحكي لهم إنه synthesized sources اللي بيكون على شكل systems. الإشي الثاني اللي هم summaries. summaries زي the Cochrane Review. شو يعني؟ هلا كوكرين هي organization، تمام، عملت هيك organization يعني organized medical research findings كلهم جمعتهم مع بعض، بحيث انه ما حطت لك primary studies، the studies زي ما هم، لا عملت review للstudies، تمام، عملت review، راجعت كل الابحاث اللي عملت عن هذا الموضوع وطلعت بنتيجة معينة، تمام، which became the gold standard for systematic reviews. systematic reviews حتاخدوا تفاصيلها يعني ان شاء الله بالمحاضرة الثامنة، تعرفوا شو systematic reviews، انه انتوا لما تعمل مراجعة لكل الابحاث اللي انعملت وتاخد منهم نتيجة واحدة، اوكي. سو الكوكرين ريفيو هي صارت الجولد ستاندرد، هي زي الحجر الاساس او افضل طريقة حتى نعمل systematic review، وصارت primary force for developing and improving review methodology، انه كيف نعمل احنا ريفيو للابحاث. سو هي اعطتك هون ريفيو للأبحاث اللي صارت، لو أنت حابب تدور بس على نتيجة أو conclusion واحدة طلعت معك. في عنا كتير أمثلة، هاي أمثلة عليهم databases of synthesized evidence، ممكن يجيب لكم الدكتور منهم إنه هذول أمثلة على إيش مثلا، تحكوا لهم إنه على synthesized sources مثلا، أوكي؟ أوكي، هلا النوع الثاني من الresource of information اللي هو مين؟ الـ pre-appraised sources. الـ pre-appraised sources بيكون عندي structured format that includes an abstract and a brief critical appraisal of the article's content. يعني بيكونوا في عندي، صار عندي review، صار عندي appraisal، صار عندي تقييم لهاي الأبحاث، وهم أعطاكوا مين؟ الـ abstract والـ brief critical appraisal، يعني أعطاك النتيجة هيك، أعطاك الزبدة زي ما بنحكيها، تمام، أعطاك الأبستراكت والبريف كريتيكال أبريزل للأرتيكل كونتنت، وإنت بتشوف كل بحث شو طلع منه كونكلوجن. في فرق عندي بين مصطلحين اللي هو السينوبسس and the study. السينوبسس إنه أنا بيكون عندي there are a pre-appraised abstract published as journals، يعني بيكون عندي الـ articles أو الأبحاث الـ researches صار لهم pre-appraisal وطلعوا لي الأبستراكت تبعتهم، خلاصتهم وحطوا لي إياهم، نشروا لي إياهم بالجورنالز، فهون أنا اللي هو synopsis. الـ study اللي هي الدراسة، إنه أنت بتعمل تاخذ الـ original study، اوكي. سو سينوبسس انك انت تحصل البري ابريز ابستراكت، تحصل الكونكلوجن او الزبده من الارتكل، او الاستدي انك تحصل الاوريجينال استدي، البرايمري استدي، اوكي. البرايمري استديز حكينا بنحصلهم زي قبل شوي ما حكينا انه بنقدر نحصلهم من سينثيسايز سورسز زي باب ميد، حكينا بحط لي البرايمري استديز، اوكي. اما السينوبسس ممكن نحصلهم من الامريكان كوليدج اوف فيزيشنز جورنال كلوب اور ايفيدنس بيسد ميديسن اور ايفيدنس بيسد نيرسينج. لاحظوا انه الستدي more than 20 million articles are indexed in midline they need appraisal for a clinical application. انه في انا عندي اكثر من 20 مليون مقال حاليا موجودين على الويب سايت ميدلاين، بيحتاجوا تقييم حتى نقدر نطلعهم للكلينيكال ابلكيشن، يعني معلومه مو مهمه. نشوف هلا البرايمري ستديز. شو يعني البرايمري ستديز؟ if you want to search for primary studies you will want to search bibliographic databases such as PubMed, Medline. يعني لو انت بدك تحصل على البرايمري ستدي عن موضوع معين، حكينا اللي هو البحث الاصلي بكل تفاصيله، شو كيف مشي فيه الاستريل ستدي ديزاين، شو الكونكلوجن طلعت معاه، يعني ما حدا عم بعطيك الزبده، لا انت عم بتشوفها وبدك تحللها بنفسك. من وين بتحصل البرايمري ستديز؟ حكيناها برضو، بنحصلها من السينثيسايز سورسز، سبيشلي مثلا من موقع زي PubMed, Medline, الإمبيس، هاي كلها اختصارات صراحة ما حتكونوا مطالبين فيها، هي أمثلة. The science of trashing papers. شو الـ science of trashing papers؟ يعني الأبحاث هاي
صراحة مكانها يعني بنقدر نحكي إنه إحنا بنقدر نرميها بالكمامة، يعني ما بنستخدمها أبدا بالكلينيك هالبراكتس. ليش؟ طيب إنه بحكي لك 99% من الببلشت articles belong in the bin and only 1% of medical research was free of methodological flaws. إذا ليش إحنا 99% من الببلشت articles لازم نتخلص منهم وما نطبقهم بالكلينيكال براكتس؟ لأنه بيكون فيهم methodological flaws، صار فيهم أخطاء أثناء مثلا يعني بالميثود تبع التطبيق الريسيرش. Okay. Moreover, serious and fundamental flaws commonly occur even in papers published in quality journals. ممكن يصير عندي أنا حتى ممكن ينشروا papers، ولازم نتأكد إنه إحنا قبل ما ناخد أي research أو أي article أي paper من مجلة نتأكد إنه يعني تكون صحيحة، لأنه مرات بتكون تحتوي على serious and fundamental flaws وممكن تسبب لي مشكلة لو طبقتها في clinical practice. Okay. So serious and fundamental flaws commonly occur even in papers published in a quality journal. So عشان هيك if you want to use a research you should take care of the methodology and results اللي طلعت معاهم. The standard IMRAD IMRAD يعني خلص اختصروها على حالكم. Standard IMRAD format اللي هو انت لما تيجي بدك تقرأ article اوكي او بدك تبني وتكتب مقال علمي بدك تلتزم بهاي الفورمات، هاي الفورم الموحد زي ما بدنا نحكي، تلتزم بتقسيمته الاتيه. اول اشي راح يكون في عندي introduction اللي هي stand الاي في امراد stands for introduction why the authors did this research. بدك انت لما تيجي بدك تقرا بحث اول اشي بدك تلاقي بالintroduction ليش المؤلف عمل هذا البحث. اثنين اللي هو الميثودز how they did it and how they chose to analyze their results. شو الطريقة اللي استخدموها سواء لا إجراء بحثهم أو لا تحليل النتائج اللي طلعت معهم بالآخر. وعندي برضو the results what they found شو الريزلت اللي طلعت معهم والديسكشن what they think the results mean شو معنى هاي النتيجة اللي طلعت معهم بده يحكوا لك شو يعني. يعني لو مثلا وصلوا للنتيجة إنه سرطان إنه التدخين سبب سرطان الرئة بطلع لك إنه الريزلت بنقدر نحكي إنه هاي الريزلت بتدل إنه يعتبر التدخين مسبب لسرطان الرئة. Common reasons why papers are rejected for publication. انت كتبت بحث كتبت paper وبدك تقدمها لمجلة وممكن يرفضوا لك ياها، ممكن يكونوا رفضوا لك ياها لأحد هدول الأسباب 11 سبب، وصراحة أنا بتوقع يجي منهم سؤال عشان هيك افهموهم عشان ما تضطروا تقرأوا ال 11 سؤال وانتوا بالامتحان وعم تعملوا سيرش على الجواب. The common reasons why papers are rejected ممكن يكون الستدي، أول نقطة الستدي didn't address an important scientific issue، يعني جايب مشكلة صراحة ما حد بيهتم فيها وما حد معطيها اهتمام وعامل عنها research، يعني ما حد هيهتم أساسا يقرأ المقال. الثانية the study was not original، someone else has already done the same or similar study، يعني نفس الموضوع هذا اللي عمله الباحث الطريقة اللي عمل فيها كلها في حدا كان عامل نفس هذا البحث قبله فهو لا يعتبر يعني original. The study النقطة الثالثة the study didn't actually test the author's hypothesis، يعني هلأ هو طرح قضية وخلال بحثه أو خلال الستدي تبعته فعليا هو يعني ما اختبرها بشكل دقيق الـ author's hypothesis فما طلع بنتيجة دقيقة تعتبر. A different study design should have been used، يعني هو مثلا كان عامل لنفرض research تبعه إنه بده يبحث عن efficacy للدرج وراح عامل لي study design غير randomized control trials، لأنه إحنا حكينا لازم نستخدم بـ الثيرابي استخدم randomized control trials فعشان هيك استخدم study design مو مناسبة فإحنا ما بنقدر نعتمد على هاي النتائج اللي طلعت معاه فأنا مو مضطر إني أنشر البيبر تبعته. الخامسة practical difficulties in recruiting participants led the authors to compromise on the original study protocol. كان مخطط إنه الستدي تمشي بنسق معين ولكن صار عندي يعني عقبات ممكن أثناء ما إحنا يعني حصلنا الparticipants اللي شاركوا أدت إنه تخرب سير الستدي تبعي. السامبل سايز واز تو سمول، يعني عمل والله البحث تبعه على 5 فأكيد مش راح أوثق أنا بالنتيجة اللي طلعت على 5 أشخاص. السابعة the study was uncontrolled or inadequately controlled، ما تحكم بالعوامل مثلا الثانية اللي ممكن تسبب هذا المرض المعين فما بقدر أعتمد إنه النتيجة هي طلعت من التدخين ولا طلعت من إشي تاني العوامل اللي هو ما تحكم فيها الريسيرشر اللي عمل البحث. The statistical analysis was incorrect or inappropriate النقطة الثامنة
لو كان في عندي statistical analysis، لو كان عندي إحصائيات وعندي أرقام بتطلع، أنا لاحظت إنه هاي الأرقام اللي طلعت معاه مو صحيحة أو مو منطقية، فبقدر أرفض بحثه. The authors have drawn unjustified conclusions from their data. يعني طلع conclusions يعني مو منطقية، تمام، من الـ data، البيانات اللي هو جمعها. عشرة، there is a significant conflict of interest. ممكن الشخص صاحب المجلة عنده شركة بتبيع دخان، تمام، بيصدر دخان، وبالريسيرش تبعك انت اعطيت evidence قوي انه التدخين بيسبب سرطان رئة وبيزيد من المورتاليتي وما الى ذلك، فمو من مصلحة صاحب المجلة انه يمسك البيبر هاي ينشرها، لانه ممكن يقلل مبيعات شركته الثانية، فهون صار عندك تضارب بالمصالح، تمام، فهو ما بنشرها. 11. The paper is so badly written that is incomprehensible. يعني كاتب مقاله بشكل كتير سيء، يعني لو حدا قرأه ما حيستفيد منه، ما حيقدر يفهمه، تمام. في عندي مصطلح هو اللي هو peer review. peer review أخذته صراحة بمحاضرة introduction، الفصل الأول بمحاضرة الethics، اللي هو peer review ببساطة إنه أنت كصاحب مجلة لما تأخذ paper معين بتحكي مثلا عن مرض معين، بس أنت مو خبير بمجال الأمراض يعني أساسا، فبتروح بتبعت هاي الورقة، بتبعت هذا البحث لأشخاص مختصين بهذا المجال، وخليهم يتأكدوا لك من إيش، من scientific validity، الأوريجيناليتي and importance، بدهم يتأكدوا لك من الأشياء اللي إحنا حكينا هون عنها، الشروط إنه يكون original، إنه يكون عنده مهم يعني important، إنه يكون scientific validity، إنه يكون صحيح علميا حتى. So the process of sending papers out to a referee for comments on their scientific validity, originality and importance before deciding whether to print them or not. يعني قبل ما تقرر هل أنت تنشرهم بمجلتك أو لا، لازم تأخذ رأي ناس مختصين في هذا المجال. الكريتيكال ابريزل، ابريزل اللي مش حكينا عنه اللي هو التقييم او التمحيص، فانت قاعد عم تعمل كريتيكال ابريزل يعني تقييم نقدي. شو يعني تقييم نقدي؟ It is the assessment of methodological quality of any given research. بدك تشوف انت الريسيرش اللي امامك، بدك تتفحصه وتعمل له اكزامينيشن، تتاكد من يعني كثير اشياء، زي ما اللي هي تقريبا زي البير ريفيو، انه بيمسكه هلا المختص بيمسك البيبر بيعمل له كريتيكال ابريزل، بده يقيمه يتاكد من صحه الريسيرش، الستدي ديزاين تبعته اللي استخدمها مناسبه، الكويشن تبعه مهم وما الى ذلك. The structured guides produced by the tools on how to read papers on therapy diagnosis, screening, prognosis ما الى ذلك regarded by many as the definitive checklist for critical appraisal. يعني انت لما تيجي بدك تعمل critical appraisal بدك تحط تشيك ليست امامك، كيف مثلا انتم بلاب الاناتومي اعطاكم الدكتور الاجزاء المطلوبه منكم باللاب، اوكي، اعطاكم تشيك ليست 1 2 3، فنفس الشيء انت بدك تحط عده نقاط 1 2 3 وتقرر بدك تتفحص، وانت يعني تتفحص الريسيرش او المقال اللي امامك انه متوافره فيهم هاي النقاط، بدك تتاكد من هاي النقاط فيهم ولا لا، مثلا انه ممكن تو ريد بيبرز بدك تتاكد، بيحكي عن ثيرابي، بيحكي عن دايجنوستس، سكرينينج، بروجنوستس، كواليتاتيف ريسيرش، سو الاشياء اللي بتقودك الجايدز لك هي تعتبر اسمها ديفينيتيف تشيك ليست فور كريتيكال ابريزل. There are three important questions to get your bearings، يعني عشان انت تشوف هذا البيبر اللي معك يعني هي عن ايش بتحكي، يعني شو عن what's it about. اول اشي بدك تسأل حالك، عندك 3 important questions: what was the research question and why was the study needed. ليش انا عملت هذه الستدي، وشو بالضبط يعني البروبلم تبعتي كانت، شو research question. احنا عارفين بالريسيرش دائما بدك تبلش ريسيرش بدك تحط research question عشان تدور له على answer. So شو research question الأساسي؟ وين بدك تعرفه هذا؟ بدك تعرفه من introductory sentence، تمام؟ احنا حكينا قبل شوي انه لما تيجي تبني مقال اول اشي اللي هي الاي، حكينا امراد الاي هي introduction، بدك تحط فيها ليش الاوثر عمل هذا الريسيرش. So انت بالintroductory sentence of a research paper should reflect the background of the research، بده يعكس ليش نعمل هذا الريسيرش. Also the methods section should state clearly the research question، كمان بدك يعني انه تحط الفرضية تبعتك او الquestion تبعك تصيغها وتحطها بالmethods section، اوكي، that the authors have decided to test. شو بده يفحص؟ شو الهايبوثيسس اللي بده يفحصها؟ أو شو السؤال اللي هو عم بيدور له على جواب؟ This study aimed to determine
يعني مثال بحكي لك انه ممكن يكون كاتب ال introductory sentence تبعته: This study aimed to determine whether day case hernia surgery was safer and more acceptable to patients than the standard inpatient procedure. يعني بحكي لك هذا البحث هدفي من اني اعرف هاي العملية افضل من ال standard inpatient procedure اللي بتنعمل ولا لا. اوكي. What was the research design؟ هذا السؤال الثاني اللي بدك انت لما تشوف مقال بدك تسأل لحالك What was the research design؟ First decide whether the paper describes a primary or secondary study. شو يعني primary or secondary studies؟ البرايمري ستدي اللي هو انت بقاعد عم تعمل البحث بايدك، عم بتلم بارتيسيبنتس وتمشي البحث. السكندري هلا حنشوف يعني شو امثله عليه، يعني ممكن تكون عندك برايمري ستدي صارت واخذت منها مثلا جايد لاينز، اخذت نتائج، عملت ريفيو وما الى ذلك، فانت ما عملت البحث بايدك. فعشان هيك انت عشان تحدد الريسيرش ديزاين مناسب او لا، بدك تحدد بالبدايه انه البيبر ديسكرايبس برايمري ولا سكندري ستدي. البرايمري ستديز لهم اسم ثاني اللي هو الامبيريكال ستديز، يوجوالي فول انتو وان اوف فور كاتيجوريز، لهم اربع تصنيفات: يا اما برايمري ستدي بنعملها لابوراتوري اكسبيرمنت، يا اما كلينيكال ترايلز، يا اما سيرفيز، يا اما اورجانيزيشنال كيس ستديز. اول شيء لابوراتوري اكسبيرمنت، انه انت بتعمل تجربه بالمختبر. ان ويتش ا مانوفر از بيرفورمد اون ان انيمال اور ا فولنتير ان ارتفيشال اند كنترولد سراوندينجز، يعني انت بدك تفحص مثلا دواء تفحصوا على بالمختبر، ما بدك تطلعوا لسه تجربوا على فولنتيرز برا يعني، وتاخذ جروبس كبار، فلا يمكن تاخذ انيمال او تاخذ فولنتير واحد، بتاخذه بارتفيشال كنترول سراوندينج باللاب وبتعملوا الفحص. هاي تعتبر برايمري ستدي، انت هون مسكت الفولنتير تبعك، مسكت السبجكت تبعك وعملت عليه البحث. الكلينيكال ترايلز هي النوع الثاني من البرايمري ستديز او الكاتيجوري الثانيه، هي عباره عن فورم اوف اكسبيرمنت ان ويتش ان انترفينشن ايذر سمبل، زي مثلا انك بس تعطي دواء، او كومبلكس ممكن يكون مثلا اجراء عمليه او وات ايفر، از اوفرد تو ا جروب اوف بيشنتس هو ار ذن فولود اب تو سي وات هابنز تو ذم. تمام. اذا بالكلينيكال ترايل انت بدك تعمل انترفينشن على المرضى، يا اما بدك تعطيهم علاج، يا اما بدك تعملهم عمليه على جروب اوف بيشنتس وتضل متابعهم. هاي تعتبر بنسميها كلينيكال ترايل وهي برضه برايمري ستدي. السيرفيز ان ويتش سمثينج از ميجرد in a group of patients, health professionals or other sample of individuals. يعني بدك تشوف انت بدك تعمل احصائية، بدك تعمل استبيان تشوف كم حدا لحد الان صار ماخذ مطعوم في الاردن. تمام. فانت قاعد بتعمل يعني measuring something بمجموعة من الناس. organizational case studies in which the researcher tells a story which tries to capture the complexity of a change effort and attempt to implement evidence. يعني هو بده يحاول يثبت evidence أو بده يعطيك evidence من خلال حالة صارت، فهو بحكيها كستوري، بحكي لك الميديكال هيستوري لهاي الحالة. So هو عم بدرس case study أو ممكن أكتر من case، case series بصير اسمها، in which a researcher tells a story، بحاول من خلال هاي الستوري، من خلال هاي الحالة اللي بحكي لك عنها، أنه يوصل لك evidence معين. السكندري ريسيرش ممكن يكون انت بدك تعمل سكندري ريسيرش او سكندري ستدي، ممكن تكون كاوفرفيوز، ممكن تكون جايد لاينز، ممكن تكون ديسيجن اناليسز، ممكن تكون ايكونوميك اناليسز. شو يعني؟ اول اشي اللي هي الاوفرفيوز، انه انت بدك تمسك اكتر من بحث مع بعض وتعمل لهم اوفرفيو، قاعد عم تتفحصهم. يا إما ب non-systematic review اول نوع which summarize the primary studies، يعني عن كل الأبحاث اللي صارت عن موضوع التدخين وسرطان الرئة بدك تمسكها وتعمل لها سمري. أوكي؟ في لها شكلين، يا أما نون سيستماتيك ريفيو يا أما سيستماتيك ريفيوز. الفرق إنه سيستماتيك بيكون عندي rigorous, transparent and auditable method، يعني بتكون الطريقة كتير دقيقة وبتطلع لك بنتائج أدق وأحسن. حكينا أساساً السيستماتيك ريفيوز لو بتتذكروا كانت هي أقوى study design. تمام؟ النوع الثالث هو الميتا أناليسز. الميتا أناليسز اللي هي تقريبا نفس الإشي، إنه أنا بحلل أكتر من استدي، بس هون شو بيكون عندي؟ بيكون عندي النيوميريكال ديتا، يعني أنت بتأخذ الأبحاث اللي بيكون طلع لي إحصائيات وأرقام، فبتأخذ منهم نتيجة موحدة. أوكي.
الجايدلاينز اللي هو draw conclusions from primary studies about how clinicians should be behaving. يعني أنت بدك تتفحص primary studies وتأخذ منهم guidelines. يعني أكثر من بحث حكالك إنه ما تستخدم هذا الدواء مع الأمراض مع الناس اللي معهم مرض في القلب. فهتخلص صارت guideline إلك إنه أنت ما رح تستخدم هذا الدواء مع أشخاص معهم مرض القلب. So أنت عم تأخذ conclusions from primary studies من أكثر من study مع بعض وبتطبقها guideline إلك في عملك. Decision analysis use the results of primary studies. Use the results of primary studies to generate probability trees to be used by both health professionals and patients in making choices about clinical management. يعني في دواء معين اللي primary studies حكت لك إنه هو مو كتير فعال، وبنفس الوقت أنت قاعد عم تطلع إنه هو يعني ممكن إنه يسبب لك side effect معين، فأنت بتحكي إنه لا أنا ما بدي يصير عندي هذا side effect وهو أساساً مو كتير فعال هذا الدواء، فإنه أنت بتحلل قاعد primary studies results اللي طلعوا من primary studies شو نتائج الأبحاث اللي قبلك أو التجارب اللي صارت قبلك قبل ما أنت تقرر شو بدك، هل تأخذ هذا الدواء ولا ما تأخده. so هاي تعتبر decision analysis. اللي بعد هل هي economic analysis برضو results of primary studies بتخليك تحدد to say whether a particular course of action is good use of resources or أو لا. يعني دواء معين نفس الشيء مثلا ما يكونش كتير فعال وبنفس الوقت هو كتير غالي، فأنت بتحكي إنه لا أنا يعني ليش أروح أخذ هذا الدواء هو قد كتير غالي ومو فعال كتير، فإنه بخليك تحدد هل هو good use for resources هذا الدواء ولا لا بناء على results من the primary studies. so هاي هي أشكال the secondary research، إنك تعمل overview تأخذ guideline من the primary studies، تعمل decision analysis the results of primary studies أو economic analysis. السؤال الثالث اللي حتسأله لحالك حتى تشوف بالارتيكل was the research design appropriate to the question. يعني بدك تطلع research design بدك تحدد هل هو مناسب للمشكلة اللي طرحها هو في بحثه ولا لا. when a question that frequently cries out to be asked is this was an randomized controlled trials trial the best method of addressing the particular research question. يعني انت احنا حكينا افضل واحدة هي systematic review للrandomized controlled trials، فrandomized controlled trials تعتبر كتير منيحة. فانت بدك تشوف هلا لما يعني مثلا قاعد عم تحكي عن therapy، فهل بدك تشوف randomized controlled trials هل هي كانت افضل طريقة لا نحصل هاي الإجابة؟ ولو ما كان عندي يعني لو فرضا عم بعمل أنا مثلا بتفحص prognosis لمرض معين، فهل كان لازم أستخدم مثلا study design غير؟ ف before you jump to any conclusion قبل ما جاوب حالك هذا السؤال لازم تروح تشوف the broad field of research that the study covers. يعني بدك تشوف شو الفيلد تبع الريسيرش سواء ثيرابي بروجنوسيس دايجنوسيس عشان تعرف الستدي ديزاين هاي مناسبه ولا لا. once you have done this ask whether the study design was appropriate to this question or not. اوكي يعني باختصار بس بدك تشوف البرود فيلد البرود فيلد تبع الريسيرش وتشوف هل هو مناسب للستدي ديزاين اللي استخدمه ولا لا. يعني على هذا الاساس بدك تقرر. The traditional hierarchy of evidence اللي حكينا عنهم اللي رتبناهم زي هرم من الأقوى للأضعف. Systematic reviews والmeta analysis كانت هي أقوى واحدة لما تمسك أنت أكثر من study بتاخد منهم نتيجة موحدة، فأنت فعليا يعني كتير النتيجة بتطلع معك قوية. Randomized control trials with definitive results أو randomized control trials without with non-definitive results. okay ثواني. So the randomized control trials with definitive results بيكون عندي the confidence intervals. The confidence interval اللي هي measurement يعني أحد الستاتستكس اللي بطلعها أنا من إحصائيتي من research تبعي اللي هي بتمثل قديه ممكن يعني احتمالية إنه تكون ال values القيم اللي عم تطلع معي بالresearch تكون واقع بهذا برينج معين. أوكي so لما تكون ال confidence interval don't overlap the threshold clinically significant effect ما بتتعارض مع ال threshold clinically significant effect بيكون عندي definitive results لل randomized clinical trials. أما لو صار عندي clinically significant effect بس في عندي confidence interval overlapping it فمنعرف إنه عندي non-definitive results. so I think إنكم تكونوا أخذتوا الأشياء هاي الأرقام فهما هنحكي عنهم كتير. ال study design الرابع هو ال cohort studies بعدين ال case control studies ال cross-sectional surveys وآخر إشي أضعفهم ال case reports. هنحكي عنهم إن شاء الله كل واحدة لحال. The broad fields of research
I think هذول اللي حكينا عنهم بالأول، إنه كيف كل study design مناسب لفيلد معين بالريسيرش اللي حكيناهم. وصراحة أنا يعني بتوقع كمان الدكتور يجيب عنهم سؤال، ممكن يجيب لكم which of these is mismatched، يعني إنه مثلا يجيب لكم الثيرابي أنسب إشي إله إنه نعمل longitudinal study، فإنه لا الثيرابي أنسب إشي إله randomized، فممكن إنكم تختاروا. أوكي، randomized control trials حيحكي عنهم هلأ بالتفصيل. The randomized control trials, the participants in the trial are randomly allocated by a process equivalent to the flip of a coin to either one intervention or another. كيف يعني؟ هلأ لما أنت تجي بدك تختار participants بالبحث تبعك، كل participant له احتمالية يتم اختياره، يعني عندك أنت 50 شخص بدك تختار منهم 10، فاحتمالية اختيار كل واحد منهم هي 1 على 50، كلهم لهم نفس الاحتمالية، فأنت هون بتختارهم عشوائيا. أوكي، يعني شبهها بكأنه أنت قاعد عم ترمي كوين، عم ترمي قطعة معدنية، حتطلع يا أما صورة يا كتابة، والاثنين لهم نفس الاحتمالية. So كل واحد له نفس الاحتمالية أنه يتم اختياره، وكل واحد له نفس الاحتمالية أنه ياخذ الدرج تريتمنت أو البلاسيبو تريتمنت، يعني ياخذ الدرج الفعال عن جد، الدرج اللي هو فيه المادة الفعالة، أو البلاسيبو اللي هي بتكون عبارة عن زي كبسولة بتشبه الدواء الحقيقي، ولكن الإفكتيف ماتيريال اللي بجواته ما بتكون موجودة، يعني ما بتعطي أي إفكت إلا أنه بيكون نفسي. Both groups are followed up، بنضل متابعينهم. Okay, for a pre-specified time. شو يعني pre-specified time؟ يعني أنت قبل ما تبلش بحثك بدك تحدد قديش رح تضل تعملهم follow up، يعني ممكن تحدد أنه بدي أضل أعملهم لثلاث أشهر، لثلاث سنين، لخمس سنين، وما إلى ذلك. And analyzed in terms of specific outcomes defined at the beginning of the study. يعني أنت بدك تحدد كمان شو النتيجة، يعني أنت بدك تحكم على النتيجة تبعتهم، يعني شو الإشي اللي على أساسه بدك تقيم وتحلل النتائج برضو من قبل ما تعمل البحث. يعني بدك تشوف هل هذا الدواء ممكن يزيد المورتاليتي، يزيد الدث، أوكي، أو مثلا ممكن يزيد نسبة الهارت أتاك، أو ممكن يعلي لي السيرم كوليسترول ليفل. So أنت بتشوف شو الأشياء اللي بدك تفحصها من قبل ما تبلش بالديزاين، من قبل ما تبلش بالريسيرش عفوا. Because on average the groups are identical apart from the intervention. الجروبس بتم اختيارهم بيكونوا متشابهين، متعرضين لكل نفس العوامل، كل العوامل عندهم ثابتة، يعني متشابهين بكل شيء إلا بالإنترفنشن، إنه واحد منهم هياخد الدرج وواحد بلاسيبو، أما العوامل الثانية كلها متشابهين فيها. الدفرنسز بتكون بالأوتكم، يعني أنا لما أشوف نتيجة مختلفة ما بينهم رح أعرف إنه هاي أتريبيوتبل للإنترفنشن أو للدواء اللي أنا أعطيته. In reality however not every randomized control trial is a bowl of cherries، يعني مش دائما هي صراحة البست بتكون، أو دائما الحياة وردية فيها، أو دائما النتائج موثوقة، يعني دائما كل إشي فيه إله عيوب، إله flaws. فهلأ حنشوف إحنا الadvantages والdisadvantages إلها. Example على الكلينيكال questions اللي مقدر نجاوبهم بالRCT، حكي عن الRCT بنستخدمها مع الثيرابي، ثيرابي يا أما drug يا أما intervention أو procedure معينة. So أنا بدي أسأل حالي is this drug better than placebo or different drug for particular disease، عم بعمل على الإفكاسي للدرج. Is a new surgical procedure، أنا هون عن برضو surgical procedure اللي هي تابعة على ثيرابي، برضو بعملها بحثي ضمن الـ randomized control trial. Advantages advantages of randomized control trial design. أول إشي إنه هي allows rigorous evaluation of a single variable. أنت عم تعمل تقييم دقيق ل single variable اللي هي أثر دواء معين، the effect of the drug treatment versus placebo. تمام؟ أنت عم تعمل تقييم دقيق وفحص دقيق لتأثيره in a precisely defined patient group، بجروب معين انت محدده ومختاره بدقة، وبعدين انت مختاره randomly، فهذا الاشي بعطيك برضو افضلية. نوع الـ RCT design تعتبر prospective، الـ prospective صراحة أحسن من الـ retrospective. ليش؟ لأنه الـ data are collected on events which happen after you decide to do the study. يعني أنت بدك تاخد إنه قبل ما ينصابوا مثلا هم بالمرض، تمام، بدك تشوف هل هم رح يكونوا مرض معين ولا لا، أو هل رح يكونوا effect معين ولا لا، فأنت بضل تعملهم full up وتشوف هذا الـ effect حيصير ولا لا. فأنت هنا الـ events بتصير after you decide to do the study، so تعتبر أنت بتلم المعلومات prospectively، يعني بعد ما أنت خلال البحث قاعد عم بتصير الأشياء.
uses hypothetical deductive reasoning that seeks to falsify rather than confirm its own hypothesis. So بالdeductive reasoning انت عندك hypothesis معينة وبدك تختبرها، وانت حاطط انه مثلا هذا الدواء بيسبب لي مثلا بيزيد نسبة الإصابة بالheart attacks. So أنا هون بحاول أني أعمل falsification، يعني أحاول أنه falsify، أنا بدي أحاول أطلع غلط، أطلع أني أضحض النظرية تبعتي rather than to confirm it. So تعتبر hypothetical deductive reasoning. Potentially eradicates bias، أنه إحنا بنتخلص من البيس، من الخطأ، من نسبة الخطأ. Comparing to otherwise identical groups، لأنه أنت فعليا عم تقارن identical groups ما عندهم اختلاف ما بينهم غير بالintervention اللي عم تعطيهم. So كل العوامل الثانية غير الintervention تعتبر ثابتة. آخر إشي allows for meta-analysis. الميتا-analysis حكينا أنه إحنا بنعمل تحليل statistical evaluation، يعني كأنك عم تعمل statistical review لكل الresults، للnumerical results. So combining numerical results of several similar trials at a later date، يعني بتاخد كل primary study، كل studies اللي انعملوا وطلعوا بnumerical results وبتحللهم وبتطلعهم بنتيجة واحدة. شو disadvantages للrandomized control trial؟ انه هي تعتبر expensive، تعتبر time consuming، لانه انت تعمل تضل مع المرضى، أوكي، بدك تشوف شو النتيجة اللي هتصير عندهم. So many RCTs are either never done بسبب هاي العيوب، إنه هي expensive and time consuming، يا إما بالأساس ما بنعملها، أو performed on too few patients or undertaken for too short period، يا إما بنعملها على عدد أشخاص قليل أو بنعملها على short periods، وصراحة يعني ممكن ما تطلع نتائجها دقيقة لأنه إحنا قاعدين عم نخل بالبروتوكول اللي المفروض تمشي عليه الستدي. فعشان هيك دائما احنا بنعرف لما نيجي نصنع دواء، واخدتوها بالفصل الاول، تصنيع الدواء والريسيرشز بتاخد كتير وقت صراحة، ممكن يضل 20 سنة يختبروا فيه، ممكن تكلف كتير كتير فلوس خلال هاي المدة. فعشان هيك الRCTs أغلبها funded by large research bodies drug companies، بتمولها إيش؟ شركات الأدوية، وبتختار بعناية شو الدواء اللي تموله لأنه بتكون غالية، وممكن من كل 20,000 دواء يطلع دواء واحد فقط للسوق بالآخر. So مو إشي سهل. Surrogate endpoints may not reflect outcomes that are important to patients، يعني هم فعليا الدواء ممكن يطلع مو effective، بس هم اكتشفوا من خلاله إشي معين، يعني side effect، أو اكتشفوا إشي تاني غير عن هدفهم، تمام؟ فإنه هاي هذا الإشي ممكن يكون مو important للpatient، بس ممكن يكون important للdoctors نفسهم أو researchers. الإشي الثاني، العيب الثاني للrandomized control trials، إنه may introduce hidden bias، يعني هي ما أعطتك البيس تبع الidentity، لأنه كان عندي identical groups، ولكن في ممكن يكون عندي hidden bias، بيس مخبى هيك، وين ممكن يكون صار عندي؟ يا إما imperfect randomization، إنه إحنا حكينا اخترنا العينة تبعتي عشوائيا، فصار عندي imperfect randomization، ما كانت عشوائية تماما. Failure to randomize all eligible patients، كل البيشنس المحتمل اني اخذهم انا ما اخذت فعليا من كل الاليجيبل بيشنس، انا اخترت على كيفي انه اونلي، يعني بس اعطيت مجال للاشخاص اونلي اوفرز بارتيسيبيشن بالتريال للبيشنس هو يعني هي اور شي كونسيدرد ويل ريسبوند ويل تو ذا انترفنشن، انه انا بتخيل انه ممكن يستجيبوا معي بشكل منيح حتى اخدم انا الدراج تبعي، فون انا صار عندي فيلر تو راندومايز البيشنتس. وبرضه فيلر تو بلايند اسيسرز، انه الاشخاص اللي عم بدهم يساعدوني باعطاء الادويه ويتابعوا المجموعات، انه مثلا بدهم يعطوا لهذا، بعمل انا ليست انه هذا الشخص حنعطيه تريتمنت وهذا الشخص حنعطيه يعني الدراج الحقيقي وهذا الشخص حنعطيه البلاسيبو. الأسسر ممكن يكون له قريب مثلا أو ابن عم أو ابن خالة معكم بريسيرش، ممكن هيك يعني إنه يختاره عشان يعطيه الدرج تبعه، يعني الدرج الفعال مو البلاسيبو. فعشان هيك أنت هون يعني مو قادر إنك تعمل بلايدنس للأسسرز عشان إنهم يحافظوا على الراندوميزيشن ستيتس للبيشنت. الكوهورت ستديز لو نقارن بينها وبين randomized control trials، randomized control trials حكينا usually begun on patients، يعني انت بتاخد ناس مرضى already عندهم المرض، okay. they
already have a disease, whereas the cohort studies began on participants or subjects who may or may not develop the disease. يعني ممكن يكون لسه يعني ما عندهم المرض ولكن احنا بنتوقع انهم يطوروا لقدام. So they may or may not develop a disease. A special type of cohort study اللي هو longitudinal study نستخدمه وين؟ نستخدمه to determine prognosis. حكينا longitudinal study اللي أنا بنعمل follow up للpatients لمدة طويلة عشان نشوف كيف رح يتطور مرضهم. So احنا هنا بناخد ناس ما عندهم المرض أو إنه لقطنا معهم المرض ب stage لسه كتير مبكرة، فبدي أشوف أنا كيف بده يمشي مرضهم، فبعملهم cohort study. Okay. What is likely to happen to someone who has it, اللي هو disease, اللي هو special type من cohort studies اللي هو longitudinal اللي هو عندهم المرض already. أما cohort studies يعني بالشكل الأساسي بال type الأساسي تبعها هي بتاخد ناس ما عندهم المرض، بس ممكن إنه بدنا نفحص هل هم تعرضوا لعامل معين، بدنا نشوف هل هم رح يطوروا المرض لقدام ولا لا. يمكن أخذ أشخاص مدخنين وغير مدخنين وأشوف شو حيتطور لقدام معهم. السبيشال تايب اللي هو longitudinal احنا لا بناخذ ناس عندهم المرض اوريدي بس بال early stages عشان اشوف كيف البروجنوسز تبعهم حيمشي. اشهر مثال على الكوهورت ستدي اللي صار في العالم اللي هو لما مرع مسكوا 40,000 رجل بريطاني، تمام، في منهم نون سموكرز، في منهم لايت سموكرز، مودريت سموكرز، اند هيفي سموكرز، في منهم يعني غير مدخنين ابدا او بيدخنوا هيك بشكل قليل جدا او متوسط او يعني مدخنين شرهيين. يوزينج بوث اول كوز اني ديث اور كوز سبيسيفيك اللي هو death from particular disease mortality as outcome measures. يعني حكينا احنا لازم نحدد المده اللي لازم افحص فيها الناس، ولازم برضو أحدد أنا قبل بحثي شو الأوتكم اللي بدي أقيس عليها، يعني شو الأوتكم تبعتي أنا هم بدي أقيس المورتاليتي، يعني بدي أشوف المدخنين قدي نسبة الناس منهم اللي حتموت، يعني هل هو حتزيد نسبة المورتاليتي بالمدخنين حتزيد ولا ما حتزيد. وبرضو بشكلين الأوتكم المورتاليتي، يا أما أول كوز يعني ممكن تتسبب بأي تتسبب يعني يموت الشخص بدون ما يطور أي مرض معين، يعني مدخن وبتلاقيه مثلا بعد 5 سنين مات ولكن بدون مرض، أوكي، أو إنه يكون بسبب cause specific يعني إنه طور lung cancer بالأول بعدين مات من lung cancer. After 10 years رجعوا للأشخاص بعد 10 years لقوا إنه في عندي substantial excess in both lung cancer mortality and all cause mortality. زادت نسبة المورتاليتي بالجهتين ال all cause وال specific أو ال cause specific in smokers with a dose response relationship. شو يعني dose response؟ يعني كل ما زادت الدوز كل ما الشخص دخن أكتر، يعني كل ما كان heavy smoker لقوا إنه عندهم ال death صارت عندهم نسبته أكبر. Went a long way to demonstrating that the link between smoking and ill health was causal. causal كانت سببية، علاقة سببية، إنه A بيسبب B مش إنه بيزيد نسبة احتمالية الإصابة فيه، لا لا هو بيسببه، يعني لما ينوجد A راح يسبب لي B. So لقوا إنه اللينك بنتيجة هاي الاستدي لقوا إنه السموكينج causal للنج كانسر. 50 year results of this momentous study كانت هاي الدراسة كتير دقيقة كتير قوية، دقيقة بالنسبة للفيوتشر كمان، بحيث انها ظلت متابعتهم 50% وظل عندي impressive 94 follow up of participants، يعني 94% follow up للparticipants illustrate both the perils of smoking and the strength of evidence that can be obtained from a properly conducted cohort study. هاي الستدي طلعت لي فيها بنتيجتين، يعني أنا أهميتين استفدت منها، إنه هي وضحت لي مخاطر الدخان، أوكي، وبرضه وضحت لي قد ايه السترينث تبع الايفيدنس اللي بنقدر نحصله من الكوهورت ستدي، بس تكون بروبرلي كوندكتد، يعني نكون عاملينها بحذافيرها، تكون دقيقه، تكون مشينا معها كويس، الفولو اب كان لمده طويله، الفولو اب ضل شامل اكبر عدد من الناس 94%، يعني عدد مو سهل. فبعطيني لما تكون بروبرلي كوندكتد الكوهورت ستدي بتعطيني ايفيدنس قوي. The question that epidemiologists try to answer through cohort studies is, does smoking cause lung cancer? إحنا cause يعني causation. إحنا حكينا لما حكيت لكم الفيلد تبع الريسيرش اللي بيكون causation أنا بفحصه عن طريق الكوهورت studies. K.
case control studies, like cohort studies, the case control studies are generally concerned with the etiology. الاتيولوجي اللي هي المسبب يعني الكوزيشن تمام اللي هو علم دراسة مسببات الأمراض. So the etiology of a disease, what causes it؟ بدنا نفحص الكوزيشن يعني إما عن طريق cohort study إما case control study. They lie lower down the hierarchy of evidence يعني لسه هم أضعف صراحة من الكوهورت. But this design when مفيد بيكون the only option when studying rare conditions. لما أنا بدي أفحص rare conditions ما بقدر أني أخذ cohort study مثلا لناس وكبار، فأنا بعمل لعدد كبير قصدي من الناس، فأنا بأخذ case control لحالات. An important source of difficulty، شو الإشي ممكن يواجهني في هاي الستدي وتعتبر potential bias إنه ممكن تسبب لي خطأ واضح يعني في النتيجة. In a case control study is the precise definition of who counts as a case. يعني أنا بدي أخذ أشخاص لسه ما طوروا المرض تمام، فأنا شو بدي أعتبر، مين بدي أعتبر منهم case أخذهم وأرجع أتابعهم يعني، فأنا بواجه صعوبة باختيار الكيسز تبعوني. such design cannot demonstrate causality، ما بنقدر صراحة يعني هو بيكون ضعيف، ما بنقدر إنه نحكي عنه causality، ممكن نحكي عنه association يعني إنه هاد factor A associated with B أو بيزيد الريسك لإنه يصيب إشي معين. so association of A and B in case control studies doesn't prove that A has caused B. ما بتثبت فعليا، ما بتكون قوية كفاية لتثبت انه A بتسبب B، ولكن انه هي بتزيد من احتمالية الإصابة فيها. clinical questions that should be addressed انه does prone sleeping position increase the risk of cold death تمام، انه هاي النوم الغلط هل هي زادت الريسك، increase the risk مش causes okay. does whooping cough vaccine cause brain damage، ممكن توصل انه بنقدر نعتبرها مرات causation. so المهم تعرفوا انه الكوهورت والكيس كنترول نعتبرهم للإتيولوجي أو للكوزيشن نستخدمهم. الكروس سيكشنال سيرفيز إنه أنت بتاخد معلومات عن الأشخاص في نقطة معينة من الزمن، أوكي؟ بالكروس سيكشنال data collected at a single time point but may refer retrospectively to health experiences in the past. يعني هون بتاخد الأشخاص مريضين تمام؟ عم تسألهم عن معلومات retrospectively إنه هل مثلا كنت تدخن، هل إنك أنت كنت سمين بالزمانات وما إلى ذلك، فمتاخذ معلومات retrospectively. For example the study of patients medical records to see how often their blood pressure، يعني أنت بتروح تاخذ على تقارير المرضى وتفحص تقارير المرضى القديمة حتى تشوف مثلا blood pressure تبعهم قد إيه قاسوا كم مرة يعني خلال الخمس سنوات الماضية، فأنت عم تاخذ معلومات retrospectively بترجع فيها ترجوع. Case reports. Case report describes the medical history of a single patient. حكينا لكم قبل شوي، حكيت لكم من ضمن الـ primary studies ممكن في كاتيجوري عندي هي الـ organizational case study. أنا هون عم بدرس cases يعني بشكل منفرد تمام عشان أعمل عنها story. So describes medical history of single patient لـ patient واحد in the form of a story في حالة لما يكون عندي الـ condition rare. The case reports are often run together to form case series. ممكن أخذ يعني الكيس ريبورت ما يكون كيس ريبورت واحدة، أكثر من كيس ريبورت مع بعض وبعمل كيس سيريز. يعني إجتني حالة بإربد، حالة بعمان، حالة بالسعودية وما إلى ذلك، فبجمعهم، أنا بجمع الميديكال هيستوريز إلهم الأشياء المشتركة وبطلع بستوري عشان أثبت إيفيدنس معين. In which the medical histories of more than one patient بجمع medical histories من أكثر من patient with a particular condition are described to illustrate an aspect of the condition. يعني هو بده يوضح لك جانب من جوانب هاي الكونديشن، يا إما إنه التريتمنت تبعها بده يوضح لك إنه مثلا استجابت لهاي استجابت لهذا التريتمنت، أو إنه صار معها adverse reaction للتريتمنت. زي مثلا في أحد مطاعيم كورونا ارتبط، في ناس حكوا إنه هو مرتبط بالجلطة تمام، انه سبب جلطات. فهو في كان عندي هيك كيس ريبورتس لكم حاله صار معهم جلطه ولقوا انه مشترك بينهم انهم اخذوا هذا المطعوم، فبنقدر نحكي انه هون هن عملوا لي اسسمنت لادفيرس رياكشن لتريتمنت معين. سو الادفانتجز ذا الكيس ريبورتس، شو فائده اني اعمل هذا الستدي ديزاين؟ اولذو اتس تراديشنالي كونسيدرد تو بي ريليتيفلي ويك، لا احنا حكينا شفناها احنا بالهرم تبع الليفل اوف ايفيدنس لانها انه هي ضعيفه تعتبر ويك، اوكي ويك ساينتفك ايفيدنس، بس ا جريت ديل اوف انفورميشن كان بي كونفيد ان ا كيس ريبورت ذات وود بي لوست ان ا كلينيكال ترايل اور سيرفي. هلا حناخذ مثال يعني انه احنا
في حالات، يعني في تفاصيل عن حالات معينة، لو كانت ضمن كلينيكال ترايل كبيرة أو إحصائية كبيرة كان ممكن ما انتبهنا لهذا التفصيل المحدد، أما لما كانت هون كيس ريبورت قدرنا إنه نوصلها. فهاي يعني صراحة من أحد الفوائد اللي نقدر نعتبرها للكيس ريبورت. أوكي، كان بي كونفيد بالكيس ريبورت that would be lost in clinical trial or survey. الكيس ريبورت are immediately understandable by non-academic clinicians and by the lay public، على طول بقدر يلقطها. تمام، يعني هلا حنشوف مثال وحنشوف كيف انه على طول ميزها وفهم الكيس ريبورت. They can if necessary be written up and published within days. يعني اجت مثلا عندك الحاله، اخذت الميديكال هيستوري واعطيتها دواء، مثلا شفت انه صار معها ادفيرس افكت معين، فخلال كم يوم، خلال وقت قصير بتقدر انت تنشر الاشي اللي صار within days which gives them definite edge over meta analysis and clinical trials. هم اعطاهم افضليه عن الميتا اناليسز والكلينيكال ترايلز من شغلة الوقت، إنهم within days إحنا طلعنا results. The story is one of the best vehicles for making sense of a complex clinical situation. دائما أنت لما تيجي تاخد case report تعمل عنها story أو تحاول توصل القصة من خلالها، دائما بتكون هيك أسهل للفهم ومنطقية أكتر. للمرات بتكون عندي clinical situation بتكون complex، لو إحنا أخذناها بclinical trial كبيرة الناس ما حتفهمها، ما حتفهم شو علاقة هاد بهاد. فلما تكون عندي story تعتبر one of the best vehicles for making sense of a complex clinical situation. الكيس ريبورت اكزامبل، مثلا في عندي طبيب notices that two babies born in his hospital have absent limbs. اشي حال اسمها فوكوميليا، لاحظ انه اثنين بيبيز عندهم اللي انولدوا اخر فترة انولدوا بدون اطراف. طيب لما راح على امهاتهم لقى اشي مشترك، انه التنتين الامهات had taken a new drug اسمه ثاليدوميد. اوكي، الثاليدوميد هاد ماخدينه كانين بالearly pregnancy، لقاها انه هاي نقطة مشتركة بينهم التنتين، ولقى انه التنتين اطفالهم طلعوا بدون اطراف. فهون الدكتور شو بيعمل؟ The doctor wishes to alert his colleagues worldwide to the possibility of drug related damage. So احنا هنا شو طلعنا؟ حكينا اهم اشي بالكيس ريبورت اني بطلع adverse reaction لتريتمنت معين. So هاد التريتمنت طلع لي هاي الكيس. تمام، بالذات مثلا لو كان عندي دواء جديد فانا لسه مو مميزة صراحة كتير الادفيرس افكتس تبعونه ولساتهم عم بيحاولوا يدوروا، فبيضلوا هيك بمخلين انتباههم للاشخاص اللي باخذوا هذا الدواء، فعشان ينبهوا بعض انه لا حدوا من استخدام هذا الدواء لانه ممكن يصير عندهم هيك هيك هيك. فانه هون الدكتور نبه اطبائه وحكينا بنقدر ننشرها within days. تمام، هاي الكيس ريبورتس، فعشان هيك تعتبر ادفانتج يعني لهاي الاستدي. هيك بنكون خلصنا محاضرتنا، ان شاء الله انه كانت سهله خفيفه عليكم. الفريق الأكاديمي ولجنتنا كاملة تتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وما تنسونا من دعواتكم ودعواتكم لإخواننا في فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله.